بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه متتبعي قناة نزار عبد الرؤوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. موضوعنا اليوم يخص تطوير الرأي العام بالنسبة لمتتبعي القناة، واللي من حقهم يسألوا ولا يستفسروا على بعض النقاط كما يحبوا، وأنا من واجبي نجاوب على أكثر عدد من هذه الأسئلة اللي تهم المستفيدين من منحة البطالة، ونتمنى نكون عند حسن ظن الإخوة والأخوات. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لتجديد شهادة التسجيل، يجب على المستفيد من المنحة تجديد شهادة التسجيل قبل انتهاء مدة تاريخ الصلاحية. أما عن التجديد يكون عبر الأنترنت أو في وكالات التشغيل لانام. أما عن تاريخ انتهاء الطلب تجدونه في أسفل شهادة التسجيل. بعد التسجيل عن طريق الأنترنت يجب عليك طبع الورقة والاحتفاظ بها دون الحاجة إلى ختمها أو تقديمها إلى الوكالة، لأنك ستصبح مجددا تلقائيا في الشبكة. بالنسبة للتجديد في الانترنت يعني السيبر، يجب عليك تقديم الوثائق التالية: بطاقة التعريف، شهادة تسجيل طلب العمل. ومن الأفضل التجديد قبل انتهاء مدة الصلاحية، أي قبل أسبوع لتفادي عدم أخذ المنحة لذلك الشهر. هذا بالنسبة لتجديد شهادة التسجيل. أما عن بعض الأسئلة المتفرقة من بعض المتتبعين واللي نحاول نجاوب عليهم باختصار، هل هناك تغييرات جديدة في شروط منحة البطالة؟ الجواب: لا توجد شروط جديدة. سائل يقول: أنا درت مقابلة في هذا الشهر وما دخلت ليش المنحة. ممكن درت المقابلة في آخر الشهر، أما اللي داروا المقابلة في بداية الشهر فهذا معني بالخلاص. أنا عندي منحة تبيئة المتوفي، هل أستطيع الاستفادة من المنحة؟ أي واحد عنده منحة الأب أو منحة الأمراض المزمنة أو منحة الأرامل أو أي منحة لا تتعدى 13,000 يقدر يستفيد من منحة البطالة. أنا عندي سيارة قديمة، يعني السعر نتاعها ما يشغلي، نحاولي المنحة. نعم أخي، كل واحد عنده سيارة يكون ولا تكون من الأصناف اللي ذكروها في شروط منحة البطالة راح يسحبوا منك المنحة. سؤال آخر: وكتاش يسحبوا منحة البطالة؟ وهل اللي يخلص عام يسحبوا هالو؟ الجواب: إذا كان عمرك من 19 إلى 40 سنة وتوفر فيك الشروط، يعني تخلص المنحة وما كانش منها اللي يدي المنحة عام يسحبوا هالو. نروحوا لبطاقة الشفاء. اللي ما خدمولوش بطاقة الشفاء ما يعنيش أنهم يسحبوا له المنحة. أي واحد يخلص منحة البطالة عنده رقم الضمان الاجتماعي، وهذا هو الرقم اللي يخدمه له به بطاقة الشفاء. إذا كنت ولا كنت داخل مع باباك ولا أمك في بطاقة الشفاء، ما يعنيش أنك مسوري، هذا الرقم خاص بالمعني فقط. أما عن الشاك ولا سي سي بي، حتى إذا مازال ما خرج لك الشاك تقدر تخلص عادي، وذلك بالورقة اللي يعطوها لك في لابوست نهار تدفع الملف تاع الشاك. هل بطاقة التعريف الخضراء مقبولة في التسجيل؟ نعم، لاكارت الخضراء مقبولة في التسجيل. أما عن رقم التعريف الوطني، ماشي بالضرورة يكون أثناء التسجيل، واللي يحب يعرف الرقم نتاعو يتصل بالبلدية. هذا كل ما عندنا اليوم عن بعض الاستفسارات من بعض المتتبعين. نتمنى نكون وفقت ولو بقدر قليل في الإجابة. وفي الأخير، هذا فضل وليس أمر، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. واللي عنده أي سؤال أو استفسار يكتبوا في الكومنتار في أسفل الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.